سيدي سيدي. ها؟ ماذا تريد؟ أرجوك يا سيدي، أرجوك توسط لي عند فرعون الأعظم أن يعفيني من ضريبة هذا الموسم، فقد كبرت ومحصولي قليل. ولما اخترتني أنا بالذات؟ أنت يا سيدي رجل سمح الخلق، والناس تحبك، كما أنك من جلساء فرعون، ولن يرفض طلبك. لما بينكما من صلة نسب؟ حسنا، اطمئن سأخبره. وأخبر فرعون أيضا أنني مخلص في عبادته، لعله ينظر في طلبي. عبادته؟ ليس لك عقل تفكر به؟ كيف تعبد بشر؟ أتوب إليك يا رب، فلا يستحق أحد غيرك أن يعبد، أنت وحدك لا شريك لك. تفضل يا سيدي. هل استيقظ مولانا فرعون؟ نعم يا سيدي، فقد جاء إليه موسى بن عمران وأخوه هارون. تخيل أنه جاء يدعي أنه نبي. موسى؟ إنه يجادل فرعون في أمر بني إسرائيل. اللهم انصر نبيا، كم تمنيت أن أكون بجواره، ولكنك تعلم يا ربي أني لو أظهرت إيماني لقتلني فرعون ومثل بي. إن كنت جئت يا موسى بآية فأظهرها لنا إن كنت من الصادقين. ما أعظم آياتك يا إلهي، ما أعظم قدرتك، لقد تحولت العصا إلى ثعبان عظيم. ما فعلته هذا يا موسى ليس سوى سحر، وسوف أجمع السحرة لتكون مبارزة بينكم. نعم، وسيكون في الموعد الذي حددته يا موسى، يوم الزينة، وسنحشر الناس كلهم هناك ليعرفوا كذبك. فأنا الفرعون الإله الذي لا يقهر. وأتى اليوم الموعود، يوم الزينة، واجتمع الناس ليشاهدوا ماذا سيفعل موسى عليه السلام مع السحرة. تشاهدون هزيمة موسى، فقد جلبت له أمهر السحرة وأشهرهم، سيكون ذلك نصرا عظيما، أليس كذلك؟ بلى يا سيدي، بالطبع سيهزمك نبي الله يا من تدعي أنك إله. ابدأوا. عزة فرعون، نحن الغالبون. إلهي فاهو شنداهو. ها؟
هي لها من معجزة، لقد تحولت عصا موسى إلى ثعبان عظيم. إنها تلتهم كل الثعابين، لقد انتصر موسى. كيف حدث هذا؟ الحمد لله الذي نصر نبيه وأظهر معجزته أمام أعين الناس جميعا. آمنا برب هارون موسى. آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه كبيركم الذي علمكم السحر. لا، لن أسمح لكم، لقد اتفقتم مع موسى على هذا. خذوهم واقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، واصلبوهم على جذوع النخل، فهذا جزاء من يكفر بي. اللهم ثبتهم فقد آمنوا بك. هيا تقدموا. آمنا بالله وحده. لن يردنا عذابك عن عبادة الله، فقد عرفنا الحق. يا لها من معجزة، لقد ابتلعت عصاه كل ثعابينهم. يبدو أن موسى على الحق، لو كان فرعون إلها لانتصر السحر، بل هو حق النبي. الله يؤيد أنبياءه بمعجزاته، وقد رأيتم. و لقد دعا موسى على قوم فرعون. ماذا؟ إنها دعوة موسى، لقد أرسل الله علينا الجراد والضفادع، لم يعد لدينا ما نأكله. لقد بدأ عقاب الله، إنها دعوة موسى. اللهم ارحمنا وانصر نبيك على فرعون، فقد طغى وتجبر. أسرع، فرعون يطلبك. ماذا حدث؟ لقد أصابته دعوة موسى، بل أصابتنا جميعا. لقد تحول الماء إلى دم. كيف؟ نعم، كلما أراد فرعون ورجاله الشرب تحول الماء إلى دم، إنهم يكادون يموتون من العطش. لقد تحول الماء مرة أخرى إلى دم، إنه سحر موسى. ماذا نفعل الآن؟ يجب أن نتخلص منه. نعم، نقتله. يجب أن نقتله ونتخلص من سحره. اجمع الجنود وآتني برأس موسى الآن. لا، لن أسكت بعد الآن. لن أدعهم يقتلونه. لقد ازداد طغيانهم وتجبرهم وبعدهم عن الحق. لن أدعهم يقتلون نبي الله حتى ولو فديته بنفسي. أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات والمعجزات من ربكم؟ ماذا تقول؟ يا سيدي فرعون، إن كان موسى كاذبا فسيضر نفسه بكذبه لا محالة، أما إن كان صادقا فسينزل بنا العذاب. أليس من الأفضل لنا جميعا أن نتبعه؟ لا، ما قلته أنا هو الحق والصواب، ولا يمكن لأي بشر أن يعلم أكثر مني. فأنا الفرعون العظيم، أنا الفرعون الإله، وسأقتل موسى. نعم، سأقتله مهما جاء من معجزات. لا لا، إني أخاف عليكم أن تهلكوا وتعذبوا كما أهلكت الأقوام من قبلكم.
وكلكم يعلم ما حدث لقوم نوح وعاد وثمود. دعك من هذا الخداع، فسترى هلاك موسى بعينيك. عن أي خداع تتكلم يا هامان؟ ألم يأتنا يوسف من قبل بالبينات؟ ألم يحذرنا من ترك عبادة الله؟ وأخبرنا بأن من آمن بالله الواحد فجزاؤه الجنة والرحمة من ربه، وأن من كفر وعاند فقد أغضب ربه وأهلك نفسه. افتضح أمرك أيها المخادع، آمنت مع موسى ليس كذلك؟ وعبدت غيري، سيكون عذابي لك أليما. ألم ترى ما فعلته بالصحراء؟ ألا تخاف وجهي؟ ارجع عن إيمانك بموسى وإلا. لا والله، لن أرجع عن الحق وقد هداني ربي إليه. مولاي فرعون، لقد فر موسى ومعه بني إسرائيل، إنهم يريدون عبور البحر. جهزوا الجيوش، لن يفلتوا مني، سأقتلهم جميعا. أما أنت فعقابك سيكون عسيرا عندما أعود. اتبعوني. اللهم نجي موسى والمؤمنين، اللهم أنت القوي فأرنا فيهم عجائب قدرتك. يا رب يا رب استجب يا رب. هل أخبرت فرعون بطلبي؟ لا، فقد كان غاضبا. إذن أخبره عند عودتي. لا أظن أنه سيعود. ماذا؟ ونجى الله نبيه موسى بعد أن ضرب البحر بعصاه فانشق وعبر ببني إسرائيل، وعندما حاول فرعون أن يتبعه أغرقه الله هو وجيشه. اللهم لك الحمد، فقد أنجيتني من فرعون وبطشه، ونصرت نبيه، وهزمت فرعون وجنده وحده، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله العظيم.